الصوت بيتردد تاني يا مصطفى؟ اه صوت بتردد. طب كده لا كده بص اتعدل، كده كده رجع اتعدل. تمام. تمام الـ احنا اخدنا طبعا الـ اخدنا الـ الـ الاسبوع اللي فات الار لود، كله شايف في البي دي اف اللي قدامه، اه دكتور. شايفينها كويس. اه واخدنا طبعا احنا عرفنا كذا انجل، الفايرنج دي انجل انا بديها لك جيفن، اللي هي عندها بيشتغل السيرستور، السيرستور ده بيشتغل عند الالفا دي، والبيتا دي اسمها الكات اوف انجل، عندها بيفصل السيرستور. يعني على سبيل المثال البيتا دي في الار لود عند الباي اهي، السيرستور فصل عند الباي، البيتا هنا بتساوي باي. يعني لو طلبت منك في الامتحان مثلا الكات اوف انجل في الار لود تقول لي باي، تمام. تاني حاجه بقى او تالت حاجه الجاما، وهي كوندكتنج انجل او كوندكشن انجل، وهي الفتره اللي شغال فيها ستيريستو الفتره دي من الفا لباي. فلو جيت في الامتحان قلت لك انا عايز الكوندكشن انجل تقول لي باي ناقص الفا، يعني لو الفا ب 45 هتقول لي 180 ناقص 45 يبقى 135، يبقى الكوندكشن انجل عندك 135، المسافه دي 135. خدنا الار لود، احنا قلنا منهجنا كله والباور الكونز كلها معظمها بيعتمد على ايه؟ على التحكم في المساحات اللي تحت المنحنيات، وبالتالي بتحكم في القيم، يبقى بتحكم في المساحه وبتحكم في القيم. طب المساحه اتحكمت فيها عن طريق الفا، يبقى الويف فورم دي مطلوبه منك. نصغر بس شويه الويف فورم اللي قدامك دي اهي، دي مطلوبه منك ترسمها في الامتحان او ترسمها في اي موضوع، مش شرط امتحان، مش عايزين نربط كل حاجه بالامتحان. الويف فورم دي مطلوبه منك، هقول لك ارسم الويف فورم بتاعت السنجل فيز هاف ويف كنترول ريكتيفاير عند الفا بكام؟ عند الفا مثلا بكذا، فترسمها لي بالشكل اللي قدامك ده، تمام؟ رسمناها على الماتلاب، احنا الجزء ده رسمناه على الماتلاب اهو، لو انتوا عايزين تشوفوا الماتلاب خليه دلوقتي الماتلاب لحد ما ناخد كل حاجه على الماتلاب على بعضها. هنا بقى حسبنا الكالكوليشن بتاعتنا، احنا قلنا ايه؟ معلومه مهمه جدا، قلنا يا جماعه اي كالكوليشن، اي كالكوليشن معتمد على معادلتين، المنهج كله عندنا احنا معتمد على معادلتين، المعادله الاولى اللي هي البي اوت، معادله البي اوت، والمعادله الثانيه معادله الاي اوت. يبقى انت ال 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 الاجزاء كلها بتاعت اي موضوع في الباور الكترونكس بيختص بويف فورم ويختص بكالكوليشن. الويف فورم انت بترسمه بالاناليسز اللي بديها لك، كل موضوع بديك ليه اناليسز زي كده اهو، من الفا من كذا لكذا، اوميجا تي من كذا لكذا، من كذا لكذا. انت بتذاكر الجزء ده وبتعرفه، بتعرف السيريس تشتغل امتى وفصل امتى والكلام ده، تمام. جزء الكالكوليشن خلاص، انت الاناليسيس دي خلاص دي مش مطلوبه منك في الامتحان، مش هطلب منك في الامتحان تعمل لي اناليسيس عشان وقت الامتحان، المطلوب منك ويف فورم زائد الايه الكالكوليشن بتاعتك. طيب ولكن ايه فائده الاناليسيس دي؟ فائدتها انك انت بكره وبعد وبعد شهر وبعد شهرين لو انت عايز تذاكر وتفهم هتذاكر الاناليسيس دي، انك انت من كذا لكذا الدنيا شغاله ايه، ومين فصل ومين اشتغل، والدايت اشتغل والسيستر فصل واثنين سيستر اشتغلوا واربعه سيستر فصل، وهتاخد دوائر اضخم من كده اكبر من كده، تمام. طيب رسمت الويف فورم قدامك دي اهي، بدات تحسب الحسابات بتاعتك، قلنا تاني وهقول تالت ورابع حساباتك كلها معتمده على معادله التيار ومعادله الفولت الاوت، فبتكامل او بتكامل وتاخد الجذر للار ام اس والافريج لكل حاجه. الماتلاب بسط الكلام ده كله، الماتلاب بمجرد ان ارسم الرسمه على السيمولينك هاخد سكوب ارسم الرسومات بتاعتي مفيش مشكله. وعملنا الكلام ده احنا الايه الاسبوع اللي فات في الماتلاب. تيجي النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل ال ال لود. ال ال لود خدناها اخر محاضره، ال ال لود اخدنا ال ال لود اخر ايه؟ اخر محاضره. طب ال ال لود قلنا ايه؟ قلنا احنا من صفر الالفا برضو اهي، من صفر الالفا استيرستور ما اشتغلش. طب ليه ما اشتغلش يا دكتور؟ علشان خاطر انه ما خدش بالص، واستيرستور بيختلف عن الدايت، استيرستور بيختلف عن الدايت، استيرستور محتاج فايرنج سيركت تدي له نبضات كل 2 باي، يبقى ستيرستور بيختلف عن الدايت، او اي كنترول سويتش. انت عندك من انواع الكنترول سويتش، ممكن استخدم ستيرستور، ممكن استخدم الترانزستور بكل انواعه، اي جي بي تي، موسفت، جي تي او، بي جي تي، اي حاجه، بي ان بي، بي ان بي، اي ترانزستور عندك انت ممكن تستخدمه از سويتش. ليه اي بيز؟ يبقى هيوصل، ملوش اي بيز يبقى مش هيوصل. يبقى انت هنا عملت كنترولنج على ايه؟ عملت كنترولنج لربط بين السبلاي وبين اللود، عملت كنترول بين السبلاي وبين اللود، امتى يوصل وامتى ما يوصلش، بس وصل وما يوصلش في الاثنين باي،
وبالتالي عملت كنترول على الاريا، وبالتالي عملت كنترول على القيم، وبالتالي اللود هيتاثر بالقيم دي سواء قيمه الفولتج او قيمه التيار. يبقى دلوقتي انا عملت الثيرستور قدامك ده لجيت. طب انا بقول لك من الفا، من الفا الاوميجا تي من زيرو لالفا الثيرستور اوف، الثيرستور ماله اوف. طب الثيرستور اوف هل في اوتبوت طالع عندي على اللود؟ لا مفيش. طب الثيرستور يبدا من الفا، اي ثيرستور يبدا شغل من الفا، اوميجا تي من الفا الباي ال اللي عندك هنا ايه بقى بتشحن، ال اللي بيحصل لها ايه بتشحن. خلي بالك لو انا سلطت السورس الدي سي اللي خارج من الثيرستور على ال، يفضل يشحن 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 الى ما لا نهايه لحد ما يحصل له شورت سيركت. تمام، وانا قلت الكلام ده في المحاضره. المهم من الفا لباي ال اللي عندك بتفضل تشحن من السورس الدي سي، والثيرستور شغال والفي ان كاشف بزيرو. تمام، والفي او بتساوي الفي اس. بس مشكلتك في الاي اوت هنا معادله، الكويل بيشكل التيار بمعادله، هنشوف المعادله دي شكلها ازاي. طيب من باي ل 2 باي ناقص الفا اللي هي بيتا اللي هي كات اوف انجل، بدا الكويل يفرغ، وبدا الكويل يوصل لمرحله انه يخلي الثيرستور ما يفصلش. طب ليه الثيرستور ما يفصلش؟ ما هو متعود انه يفصل عند الباي. قال له لا، طالما انا مخلي لك تيار الدايره اعلى من الهولدنج بتاعك يبقى ما تفصلش. الكويل بيديس تشارج. واحد تاني الشيطان بيقول له في دماغه دلوقتي ايه؟ طب ما ازاي الكويل بيفرغ والسبلاي موجود؟ لا، الكويل بيولد لك فيكسد كارنت. فبغض النظر عن السورس الموجود في الدايره كانه مش موجود. بص يا جماعه، التيار هو بيتفرغ من الكويل ده كانه السورس انت قدامك كانه مش موجود خالص. يبقى الكويل ده بيجبر السبلاي ده ويجبر الثيرستور عن الكارنت بتاعه. ما عادش يقول لي ايه؟ طب ما الكويل بيفرغ، طب ما في سبلاي هنا، هيفرغ ازاي والسبلاي موجود والكلام ده؟ لا، لازم الكويل بيديس تشارجنج بغض النظر في سبلاي او مفيش سبلاي، بيديس تشارجنج ويجبر الثيرستور انه يكمل شغل. يبقى الفتره اللي شغال فيها الثيرستور من الفا لباي بالالفا شغال من باي ل 2 باي ناقص الفا اللي هي بيتا غصب عنه عن طريق الكويل، عن طريق الديس تشارجنج مين بتاع مين؟ بتاع الكويل. طيب من بيتا ل 2 باي زائد الفا مره واحده بقى، من بيتا مش ل 2 باي، ل 2 باي زائد الفا للسايكل الثانيه، الكويل خلص تفريغ فاصبح التيار اقل من الهولدنج فاصبح الثيرستور يفصل عنه. يبقى المراحل الكونيه او التكوين بتاع التشغيل بتاع الثيرستور والكويل من صفر الالفا، اي ثيرستور في الدنيا ما بيشتغلش من صفر الالفا، او اي ثيرستور على اي لود ما يشتغلش. تبدا الثيرستور يشتغل من الفا الى، كلمه من الفا الى يبدا الثيرستور يشتغل. هنا بقى من الفا لباي يبدا يشتغل، من الفا لباي يبدا يشتغل، بس الكويل بيشحن. طب من باي ل 2 باي الكويل بيفرغ ويجبره يجبر الثيرستور على التشغيل. تمام، الويف فورم قدامك اهي، اهي من الفا لباي اهو شغال. تمام، والتيار اتشارج لحد الماكسيمم وديس اتشارج، والبي ان كاس زي ما انت شايفها قدامك اهي، دي الويف فورم المطلوب منه. تمام، الكالكوليشن معتمد على ايه؟ الحسابات بتاعتك دي. طب لو خدنا احنا ايه بقى هنا؟ دي ال ال لود. تعال نعمل ال ال لود ونطلع الويف فورم بتاعتنا. خلي بالكوا الفي افرج هنا بكام؟ المساحه الموجبه بتساوي المساحه السالبه، طلعناها بكام؟ بزيرو اهي. الافرج فاليو بتساوي زيرو عشان الاريا الموجبه بتساوي الاريا السالبه. ولو جيت كملت زي ما قلت لك في المحاضره هتطلعها برضو بزيرو. طب نعمل الكلام ده على مين؟ نعمل الكلام ده على الماتلاب. ناخد ال ال لود، ناخده ال لود دي يا باشمهندسين الرسمه بتاعت الاسبوع اللي فات، شايفينها ولا في لاج؟ دكتور شير السكرين رقم واحد بس. تمام، اوكي تمام تمام كده، بس في لاج يا مصطفى. في لاج كده. هنشرح واحده واحده عشان اللاج الموجود ده. تمام، الدائره اللي قدامك دي اللي ظهرت قدامك على على السكرين. بس في سؤال صغير عندي بس. اتفضل يا حبيبي. الفولت سورس القيمه اللي بتبقى جايه لي في المساله بتبقى ار ام اس صح؟ ار ام. بص هقول لك على حاجه، انا ممكن اديك الار ام اس وده الاغلب، بس لو اديت لك معادله خلاص انا اديتك المعادله من النهايه، بس تبقى عارف تطلع الار ام اس زي من المعادله. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مثلا لو قلت لك مثلا الفولت عندك سبلاي 220 فولت، يبقى الفولت سبلاي ده 220 ده ار ام اس فاليو، ال 220 ده ار ام اس ايه؟ فاليو. تمام؟ طب لو جيت قلت لك الفولتج عندي 220 ساين اوميجا تي،
في الحاله دي لما ادولك في المعادله يبقى ال 220 دي ماكسيمم، طالما هو معامل الساين ماكسيمم. طب عايز تجيب منه الار ام اس عشان الباور فاكتور في اخر مطلوب في المساله، لازم تقسم ال 220 دي على جذر 2 بقى. تمام. طيب دكتور، يعني هو بس سؤال صغير، في المساله اللي كانت نازله لنا ريبورت كان مكتوب 110 بس وسكت، فدي بس كنا 110 بنقول الار ام يبقى اس. المعادله عندك 110 جذر 2 ساين اوميجا تي. طيب حضرتك في المحاضره اللي فاتت كنت قال بص ان بص هنا اهو السبلاي عندك اهو. انا دوست دبل كليك على السبلاي، هل ظهر عندكم الداتا بتاعه السبلاي؟ ظهرت. ظهرت دلوقتي. ايه اللي طالبه منك هنا؟ كان البيك امبليتيود حضرتك حطيته ب 220. 220 انت الريبورت بتاعك بقى اللي هتسلمه، انا مديك الفولت عندك ب 110، 110 يبقى تقول 110 جذر 2 ليه؟ عشان هتحط البيك هنا. تمام يا دكتور، انا بس ده كان سؤالي، شكرا. بس هو نفس السؤال برضو، في زميله امبارح سالتني نفس السؤال تقريبا. ايه احنا معانا دلوقتي على الميتنج. طب يا دكتور معلش، هو انا بس عشان انا الريبورت كنت المفروض يعني كنت هسأل حضرتك يوم الخميس، بس انا للاسف طبعته النهارده يعني، ف مش مشكله. بص هندسه، طبعته غلطه يعني. ما انا هقول لك انا حاجه، مش مشكله عندي القيم، اهم حاجه عندي الكونسبت نفسه، شكل الرسمه وكده. بالظبط الكونسبت. هي هتختلف يعني ايه ال انت سلم لي الريبورت ده، يعني حاول تكتب على الريبورت ملحوظه نوت انه الفي ار ام اس عندي ب 110، اكتبها انت خدت البيك ب 110 عشان انت في الاول في الاخر بتصحح كقيم. تمام ماشي، يعني انت كرسمه هتبقى زيك زي زمايلك. تمام ده حقيقي، كشكل ولكن كقيم مختلفه. تمام. يبقى احنا هنا هنحط البيك فاليو. انا هحط الايه البيك فاليو، يعني انا اكتب على الريبورت بايدي كده ان انا اخترت البيك فاليو ب 110، مش ما خدتش الار ام اس، صح كده؟ بالظبط. تمام. ولو في اي مشكله الريبورت بتاعك يبقى ارجع لي، يعني لو دكتور محمد برضه صحح الريبورت، علم الريبورت على في ديفكت، عشان دكتور محمد دقيق جدا، دكتور محمد دقيق جدا. لو ما انا لو عشان كده بس. اي مشكله معاك يبقى ارجع لي انا بقى. ماشي ماشي يا دكتور، هنا بقى السبلاي زي ما قلت من شويه، الداتا بتاعت هنثبت الداتا بتاعت السبلاي. كل اللي هنعمله هنا هنعمل ايه؟ انا عملت ران، خلي بالكم عملت ران. تمام. ودوست دلوقتي انا دبل كليك على مين؟ على السكوب. عملت دبل كليك على السكوب، هيبدا لسه السكوب هيظهر عندكم دلوقتي. ظهر السكوب عندكم يا باشمهندسين؟ يا دكتور ظهر. هل في اختلاف؟ ده الارلود لحد دلوقتي. هل في اختلاف الفي ان كاسود والفي اوت والاي اوت والبلس والفي اس عن الرسمه اللي رسمناها من شويه؟ مفيش. ظهرت الرسمه قدامكم دلوقتي وظهرت واضحه وعملت لها زومينج انا دلوقتي والناس كلها ظهر عندها الرسمه. هل في اختلاف؟ ده الارلود يا جماعه لحد دلوقتي، لسه بتكلم على الريبورت اللي فات عشان بس الناس تبقى فاهمه، لحد دلوقتي بتكلم على الريبورت اللي فات. هل في اختلاف؟ مفيش اختلاف خالص. ولو انت مسكت الهاند كالكوليشن، لو مسكت انت في البيت، انا قلت الاسبوع اللي فات الكلام ده، لو قلت تكامل 1 على 2 باي، تكامل من الفا لباي، هكامل خلي بالكم 220 ساين اوميجا تي، عشان 220 دي بيك، 220 ساين اوميجا تي. لو هقول ايكوال هيطلع لي الرقم ده اللي هو 51.88 عند الفا بكام؟ عند الفا اللي احنا حددناها على الايه؟ الرقم ده اللي قدامك اهو 51.88، ده عند الفا، عند الفا اخترناها كام احنا الاسبوع اللي فات؟ عند الفا اللي هي باي على 3 اللي هي 60 اهي. هتظهر قدامكم المنيو دلوقتي اهي. دي كده الواحد من 100 دي اللي هي باي. مشكلتي انا في البالك جنريتور ان انا بترجم الثواني الى 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 زاويه،
يعني هنا عملت ايه دي كده 1 من 100 معناها باي، قسمتها على 3 بقت باي على 3 اللي هي 60. فلو انت مسكت اهو دلوقتي وانت معايا اونلاين، لو قلت في افريج بتساوي 1 على 2 باي تكامل من الفا اللي هي 60 لباي، هكامل 220 ساين اوميجا تي، المعادله دي كافريج هتديني 51.88. لو ربعت المعادله دي وخدت لها الجذر، الرقم اللي هيطلع لي عندي هيطلع لي ب 97.84 زي ما ظهر عندك على الار ام اس فاليو، هيطلع عندك 97.84 ار ام اس فاليو. لو انا مسكت المعادله، لو انا مسكت المعادله خدت لها الجذر وربعتها وكملتها، هتطلع بنفس الرقم ده بالظبط. يبقى انت قادر في الماتلاب تجيب اي ار ام اس فاليو واي افريج فاليو. دي كانت المراجعه السريعه على المحاضره اللي فاتت. خليها على نفس الالفا نفس كل حاجه، بس بدل ما ار لود انا عملت دلوقتي دبل كليك على الار. اي اليمنت في السيمولينك، اي اليمنت في السيمولينك، اي اليمنت في السيمولينك هدوس عليه دبل كليك، هيظهر لك الايه البارامتر بتاعه. بدل ما هي ار هقول ال، بدل ما هي ار هقول ال، بدل ما هي ار هقول ال. كل الناس ظهرت قدامها دلوقتي ان انا اخترت ال، كل الناس يا باشمهندسين ظهرت ان انا اخترت ال. اه يا دكتور تمام تمام. وهقول اوكي. اللود عندك بقى ايه؟ اللود اصبح ايه دلوقتي؟ لا لسه تمام لحد الاخر يا مصطفى اهو معايا. عبد الرحمن تمام. اتغير اتغير صح ولا لا؟ اه اتغير. اتغير دكتور حاج. هدوس ران دلوقتي انا اهو، هدوس ران على نفس الداتا بالظبط بتاعتي. تمام. لما دوست ران هو دلوقتي عندك بيران، لسه لحد دلوقتي بيران عشان الله تقريبا عندك هنا اهو، تقريبا عندك الفولت وصل كام عندك البي افريج؟ البي افريج كام يا عبد الرحمن؟ ثاني لسه ما ظهر. هو ماينس يا دكتور ده ماينس 0.2307 ده زيرو، ده معنى زيرو. ده ايه يا جماعه معنى ايه؟ لو السورس عندك ايدنتيكال، لو السورس عندك يعني الداتا عندك مثلا مفيش ريبلز عندك خالص عشان شغالين ديسكريت في شويه ريبل، ده يظهر لك زيرو. طب تعال بص على الويب فورم. طب والار ام اس فاليو طلع بكام؟ ب 138. تعال بص على الويب فورم، تقريبا البيافر بزيرو، يعني بيقول لك المساحه الموجبه بتساوي المساحه السالبه. انا دلوقتي حاليا دوست دبل كليك على، خلي بالكم يا باشمهندسين، انا مش هعمل البي افرج ولا افرج بس، ده احنا لما بنقدم الريبورت انا قلت الاسبوع اللي فات بناخد الافرج فاليو للبي اوت والار ام اس فاليو للبي اوت، واخد الافرج فاليو للاي اوت والار ام اس فاليو للاي اوت، والافرج فاليو للاي سيرستور والار ام اس فاليو للاي سيرستور. وممكن واحد يجيب الريبل ويجيب الفورم ويجيب كل حاجه. خلي بالكم انت عندك الماتلاب هنا تعمل اللي انت عايزه، تقسم اللي انت عايزه في السيمولينك. على سبيل المثال هقول لكم دلوقتي هندوس دبل كليك على السكوب. هل ظهر يا جماعه الدبل كليك على السكوب عندكم؟ اه ظهر يا دكتور لسه، بس ثواني كده. ظهر يا باشمهندسين؟ اه يا دكتور ظهر. ظهر. طب تعالى نعمل بس، هنعمل بس الزومنج بتاعنا. دكتور حضرتك قفلت المايك. لا ما قفلتش المايك. اه كده طلع تقريبا.
عايز بس الماكسيموم نورم هنا على الماتلاب ده. انا عايزك تتفرج على الويب فورم شكلها ازاي. شايفينها مش مهندسين؟ اعملها تاني اهي. شايفينها مش مهندسين؟ اه يا دكتور. دكتور هو في لاج كبير في الصوره شويه. طب انا بقول لك على جنب لاج كمان دلوقتي. حاضر. هفهمك لوحدك كده لما تيجي كده في المكتب هفهمك لوحدك. انت قاعد تحت السلم يا بنوب ما عندكش نت واللاج عندك بيجي بعدين. يمكن عندك المحاضره لحد دلوقتي لسه بادئه. لا 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 شغال، انا متابع حضرتك من الاول، بس هو الصوره فيها لاج، فلو تستنى يعني كام ثانيه كده تاخير بتوضح يعني الصوره كده. يا دكتور هو الصوره فيها لاج من بدري اصلا يا دكتور. حاضر يا دكتور مش بس الصوره بتاخد وقت عبال ما بتظهر. حاضر حاضر. مبدئيا الصوره دلوقتي اللي ظاهره قدامكم ظاهر ال 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 اول رسم عندك وهي الساين ويف. هنخليها بيور ساين ويف من اول ساين ويف. ساين ويف ظهر اول رسم عندكم ظاهره ايه؟ كله ظهر قدامه الرسمه الاولى ساين ويف. ظهر ساين ويف على الشمال صح؟ ظهر ساين ويف بيور ساين ويف اهي صح ولا لا؟ من اول صفر، من اول تقريبا صفر صح؟ تحت الرسمه الثانيه مش البالسز، الرسمه اللي تحتها على طول مش البالسز اللي عندك. كله تمام مش هنسين. تمام مش هنسين. البلس الظاهر عندك تاني رسمة. سمعنا مش هنسين. لا لا مش سامعين او شمسين ولا بتقول لا ليه؟ طالما سامعينك يا دكتور سامعينك. طب تالت رسمه، تالت رسمه عندك مش الفي اوت؟ عبد الرحمن تالت رسمه عندك مش الفي اوت؟ اه دكتور مع حضرتك. اه الفي اوت صح ولا اهي؟ المساحه الموجبه اهي والمساحه السالبه اهي صح ولا لا؟ دي هنا الفا اهي، الالفا قدامك، الالفا المساحه الموجبه. هقول هراعي اللاج دلوقتي. ادي المساحه الموجبه، ادي المساحه الموجبه اهي، المساحه الموجبه، ودي المساحه السالبه. اه بيساووا بعض، بيساووا بعض صح. طيب الفا فين؟ الفا فين؟ على الشمال، على الشمال. دي اسمها الفا. وبيتا على اليمين ده. لا استنى عشان اللاج يا عبد الرحمن. دي يا جماعه اسمها الفا اللي انا بشاور عليها، دي اسمها الفا تمام، ودي اسمها الفايرنج انجل، دي عندها السيف بيشتغل. طيب روح على اليمين بقى، دي اسمها، دي اسمها الكات اوف انجل وهي البيتا اللي عندها السيرستو بيفصل تمام. يبقى انا بشاور عليها دلوقتي دي اللي هي قدامك حاليا، انا مراعي الله خلي بالكم، اللي بشاور عليها دلوقتي دي اسمها البيتا وهي الكات اوف انجل، وهنا الثيرستور بيفصل عندها. فصل ليه عندها الثيرستور؟ بص على التيار اللي تحت منها، بص على التيار اللي تحت منها، التيار اللي تحت منها، الرسمه اللي تحت منها، اخر رسمه عندك الشمال، هتلاقي التيار تشارج لحد الماكسيمم وديسي تشارج. فعند الماكسيمم هنا، عند نقطه الماكسيمم بتاعت التيار، التيار عندك تشارج اهو، تشارج شارج لحد الماكسيموم. وديسي تشارج
لحد المينيموم. لما التيار قيمته وصلت لزيرو السيستور فصل على طول. لما التيار بتاع الكويل وصل لزيرو السيستور فصل على طول. تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للفي اوت والاي اوت. الفي اوت المساحة الموجبة بتساوي المساحة السالبة، والفي اوت عندي والاي اوت عندي تشارجنج ودي تشارجنج. طب الفي ان اتكسر، الفي ان اتكسر في الفترة، الفي ان اتكسر هي الرسمة اللي على ايدك اليمين، الرسمة الوحيدة على ايدك اليمين، الرسمة الوحيدة على ايدك اليمين. لو انت قارنتها بس بالفي ان اهي كله شايف البي دي اف لسه هيظهر لك دلوقتي، هيظهر دلوقتي البي دي اف، هيظهر دلوقتي، ظهر دلوقتي يا باشمهندس البي دي اف. عبد الرحمن مصطفى ظاهر دكتور زين البي دي اف ظهر صح؟ شايفين البي اوت، البي اوت عندك على البي دي اف من الفا لبيتا صح ولا لا؟ والتيار اتشارج وديس تشارج. طيب من صفر لالفا، انا دلوقتي البي دي اف قدامي، من صفر لالفا الفي ان كسر بتساوي البي اس. ليه؟ عشان السيستور فاصل عندك انت اهو، من صفر، من صفر لالفا، من صفر لالفا. الملحوظه اللي قلتها المهمه جدا في حاله الكويل لوحده، في حاله الكويل لوحده المساحه الموجبه بتساوي المساحه السالبه، زي ما يكون عندك خزان فوق العماره كده، الوقت اللي بياخده عشان يتملي من الحنفيه نفس الوقت اللي بياخده عشان يتفرغ من نفس الحنفيه، فالكويل لوحده مفيش حاجه بيفرغ فيها. لكن لو ار لود معاه زي ما خدنا اخر المحاضره، اخر المحاضره المره اللي فاتت، الار لود بتسحبه بسرعه، بتخليه يفرغ بسرعه. فالتايمنج اللي بياخده عشان، او كلمه تايمنج غلط، الاريا اللي بياخدها عشان، عشان الاريا دي بتعبر على الانرجي، الاريا دي بتعبر على الانرجي، الانرجي اللي بيكتسبها في وقت ما في الشحن، لا الانرجي اللي بيفقدها في مينت، في حاجه قليله جدا لما تكون مع ار. وده اختلاف الار ال والال، الال الاريا الموجبه بتساوي الاريا السالبه، والافريج فاليو ايكوال زيرو. الافريج فاليو ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. ولكن والبيتا عندي قيمتها اعرفها، اعرفها من السيمتريه، اعرف قيمه بيتا من السيمتريه، قيمه بيتا اعرفها من السيمتريه. ليه؟ عشان عندي لما تكون المسافه عندي من الفا لباي، لما تكون عندي المسافه من الفا لباي زي المسافه من باي لبيتا، يبقى اقدر اجيب بيتا من السيمتريه اللي هي بتساوي 2 باي ناقص الفا. بيتا بتساوي 2 باي ناقص الفا، بيتا بتساوي 2 باي ناقص الفا، بتساوي 2 باي ناقص الفا. يعني لو المساله دي تعرضت ليها في كويز او في امتحان او في ريبورت او كذا، مش هديك قيمه البيتا، مش هديك قيمه الكات اوف انجل، ده اطلبها منك. ده انا اقول لك الكات اوف انجل بكام، فانت تقول لي البيتا عندي في الكويل لوحده معروفه ب 2 باي ناقص الفا، لكن في الار ال مش معروفه، في الار ال مش معروفه. تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ هل في اختلاف؟ شايفين الفي انود كاسد اهو، هروح للفي انود كاسد بتاع الرسمه، هل في اختلاف بين الفي انود كاسد ده اللي هيظهر قدامك على السيمولينج، لسه هيظهر قدامك دلوقتي، هل في اختلاف بين الفي انود كاسد الموجود على السيمولينج قدامك والفي انود كاسد اللي انا رسمته؟ مفيش اختلاف خالص، مفيش اختلاف خالص عندك الفي انود كاسد بين ده وبين ده. تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ للالي لود. طبعا ممكن واحد يقول لي ايه هنا؟ السيمولينك عندكم ظاهر، انا عشيات السيمولينك الاصل نفسه، هيظهر دلوقتي. السيمولينك عندك ظهر دلوقتي؟ كده ظهر يا دكتور. ظهر صح؟ ممكن واحد يقول لي ايه؟ يقول لي طب انا ممكن اعمل حاجه ثانيه، اروح للماث اوبريشن. احنا قلنا السيمولينك عندك في حاجات كومه اللي ممكن نستخدمها. الكومه اللي هي في الاول دي اللي بشاور عليها، اللي هتشاور عليها كمان شويه عندك انت. انا جبت السيمولينك، البارامتر بتاعت السيمولينك ظهرت قدامك دلوقتي.
في الاول هنا احنا قلنا الكومن يوزد بلوك كلها دي او البلوكس اللي ممكن يستخدمها اي برانش انت وغيرك ماشي. هروح للماث اوبريشن, هروح للماث اوبريشن اروح للماث اوبريشن واقول له مثلا ايه الـ الـ في عندي ده الماث اوبريشن اللي انا علمت عليه دلوقتي ده ظهر لي كل بلوكس ممكن تستخدمه في في الرياضه يعني الانتجريشن والديفرنشيشن ومش عارف ايه والبلوكس والمينيمم والماكسيمم والتكامل والتفاضل وحاجات حاجات كتير قوي يعني. ممكن اجيب القيم دي بتاعه الافرج والار ميس بالكالكوليشن عادي جدا. لو مفيش عندي بلوك بيحسب لي الافرج, لو واحد مثلا ما عندوش بلوك يحسب له الافرج مثلا المتلاب القديم. فكنا بنعمل ايه زمان؟ كنا بنكامل ونقسم على 2 باي ونكمل المعادله دي وكذا وفي الاخر يطلع لنا نفس الرقم كانك عملت العمليه الحسابيه بتاعت الافرج تمام بشغل الرياضه. بمعنى ايه؟ لو انا جيت مثلا سحبت كلمه ديفايد اهي كله ظهر قدامه البلوك بتاع الديفيجن بتاعك اللي قدامك اللي ظهر قدامك على البلوك ده كله ظهر قدامه جبته من الماث اوبريشن. اي عمليه رياضه ممكن تعملها من الماث اوبريشن ده ظهر. ظهر يا دكتور. بص انا بص لو احنا قلنا اي اليمنت دبل كليك عليه انا دوست عليه دلوقتي دبل كليك دوست عليه دبل كليك ظهر النجمه وعلامه العلم بالظبط كده بالظبط النجمه وعلامه مين العلم. لو انا خليته نجمه ونجمه اهو كده اهو يبقى ضرب كده صح بالظبط كده. لو خليته نجمه وعلامه العلم هيبقى ايه اسمه اسمه هدوس اوكي هاخد اللي فوق اهو الار ام اس اللي تحت الار ام اس اللي تحت اهو الار ام اس اللي تحت اهو وصلت الار ام اس وهوصل الافرج اللي هو على العلى ده يبقى كده المفروض انا هتيجي دلوقتي متوصله عندك وصلت الار ام اس على علامه في ووصلت الافرج على علامه على اللي هو مقام على البسط بالظبط كده بالظبط كده صح كده يا مصطفى واعمل سكوب جديد اهو هعمل سكوب جديد واوصل يعني. ممكن واحد يعمل ايه بعد ما يوصل السكوب كل الناس عند حتى ابانوب السكوب ظهر عنده انا خدت علامه الـ 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 الاسم دي فاصبح عندك بسط مقام ده ديسبلاي يا دكتور مش سكوب انا جبت خدت ديسبلاي خدت ديسبلاي ماشي تمام يبقى انا قسمت الار ام اس على مين على الافرج قسمت الار ام اس على الافرج وحاصل القسمه دي خدته على ديسبلاي ممكن اقول هنا ايه الفورم فاكتور اوف الفي اوت اكتبها تاني معلش يكتبها خالص مش هقدر اكتبها عشان 2018 كل ما بتكتب اي حاجه اسمها ممكن بيجيب لك البلوك بتاعها بس تقريبا ممكن تكتب على الواير نفسها الفور فاكتور كتبت تقريبا اهي كتبت دوست على الواير نفسه دوس على الواير نفسه كان ماتلاب قبل كده الفيرجنز القديمه كنت تدوس على اي مكان في الموديل تكتب اللي انت عايزه هنا انا دوست على الواير نفسه على الواير ده نفسه اللي ظهر قدامكم ده فكرت الفورم فاكتور اوف الفي اوت مثلا ودوست ران
الفورم فاكتور في او دوست ران. طبعا رقم عالي جدا، رقم عالي جدا ليه؟ عشان تقريبا يعني اكبر حاجه ليه؟ عشان الماكسيمم والمينيمم هنا عاليين جدا، الماكسيمم والمينيمم عاليين جدا في الفي اوت. الماكسيمم عشان انت دايما الريبلز عندك بتقيسها بالماكسيمم والمينيمم، اعلى حاجه عندك في الالي لود. طب تعال ناخد الار ال، هناخد مين الار ال؟ عشان ناخد الار ال يبقى نحول اللود لار ال بدل ال. عشان ناخد الار ال هنحول اللود لار مين؟ لار ال. فهدوس دبل كليك على الكويل على اللود، اختار ال. تمام معايا مصطفى؟ يا دكتور مع حضرتك. هندوس دبل كليك على مين؟ على ال. ونحول بدل ما هو ال هنخليه ايه؟ ار ال. بالظبط كده، ادي ار ال اهو. تمام ار ال دي قيمه الريزيستنس اللي عندك، دي قيمه الريزيستنس، ودي قيمه الريزيستنس، قيمه مين؟ الاندكتنس. تمام. ممكن نخلي الاندكتنس مثلا يعني 3 مثلا ملي ونقول اوكي. يبقى انا دلوقتي هيظهر دلوقتي قدامك، هيظهر قدامك دلوقتي ار ال، قيمه الار ب 10 اوم 10 اوم، وقيمة الاندكتنس ال عندك هتظهر لك 3 ملي هنري. فلما دوست اوكي ظهر لي اللود عندي ار ال على طول. طب ندوس ران على نفس الموديل اللي تبعنا. تمام. ايه اللي حصل عندك هنا؟ ايه اللي حصل عندك هنا؟ هنقيس الفولتج اهو. هو قال لي حته بسيطه خالص. اللي ظهر عندي عشان تبقوا عارفين، يعني عشان اللي ظهر عندي هنا، اللي ظهر عندي عشان فين عملت زومينج اهو، اللي ظهر عندي اهو كده. كل الناس ظهر عندها الرسم بتاعت السيمولينك، كل الناس صح. بس بص يا باشمهندسين، هنا مش عايز اقول كل مره مصطفى عشان معايا فوق ال 120 واحد غير مصطفى. الجزء السالب صغير قوي. ليه؟ معناها ان الاندكتنس عندك قليله جدا بالنسبه للريزيستنس، ودي مش هتديلك في الامتحان. امال اعمل ايه عشان تظهر زي اللي خدناها في المحاضره؟ لا، كبر ال ال شويه، بدل ما هي 3 مللي هنخليها 10 مللي مثلا، وهنقول اوكي. يبقى انا رحت لللود دلوقتي هيظهر قدامك، رحت لللود ودوست عليه دبل كليك. طب ليه؟ عشان ازود الاندكتنس، ازود الخزان بتاعي، الخزان بتاعي عشان يطول شويه في التفريغ. ما هي ال ال دي يا جماعه والسي كاباستنس، كاباستنس يعني سعه، الكاباستنس دي معناها سعه، سعه يعني ايه؟ يعني عندك الخزان كل ما يكبر شويه كل ما يديك تايمنج اكتر في الديستشارجنج. الكاباستنس دي والاندكتنس السعه الكويل نفسه، لما يديك سعه اكبر، يعني ايه سعه اكبر؟ يعني الخزان بيكبر عندك، الخزان فوق العماره بيخزن ميه، ده انت بتكبره. فالفلو عندك في الشقه التايمنج بتاعه بيزيد. فكلمه كاباستنس حتى من كلمه سعه بتكبر. انت ايه الفرق بين مكثف 100 فولت 50 مايكرو فاراد، ومكثف ثاني 100 فولت 60 مايكرو فاراد، وهو نفس ال 100 فولت؟ ايه الفرق بينهم؟ خدتها ازاي في السيركت دي؟ استوعبتها ازاي في السيركت قبل كده؟ اثنين مكثف نفس الريتنج فولتج بس مختلفين في الفراد. دي معناها سعه ده هيدي 100 فولت، وده هيجيب 100 فولت، ده هيشحن لحد 100، وده هيشحن لحد 100. بس الصب هنا بقى، ال 100 فولت دول ده هيقدر يديش تشارج لمده نص ساعه، وده هيديش تشارج لمده كام؟ 20 دقيقه بس. يبقى الساعه بتاعته اكبر. اتفهمت الجزء بتاع الكاباستنس والاندكتنس ده؟ انت كبرت الكويل خليته يشحن اكتر، يستوعب انرجي اعلى، يستوعب الخزان اللي فوق العماره عندك يستوعب ميه اكتر. تمام؟ فهعمل رن انا دلوقتي. هعمل ايه؟ هعمل رن. عملت رن، وبعد ما عملت رن دوس دبل كليك على مين؟ على السكوب. دبل كليك على مين يا باشمهندسين؟ على السكوب. ايه اللي ظهر عندكم هنا على السكوب دلوقتي حاليا؟
ايه اللي ظهر عندكم على السكوب؟ دكتور فعلا الاندكتنس كبرت اكتر، يعني لو خليتها 20 ملي هنري هتكبر. بص يا باشمهندس، لازم تبقوا مهندسين، لازم تبقوا فاهمين، لازم تبقوا عارفين الاندكتنس الكاباستنس، لازم تبقوا فاهمين سيركتس، لازم تبقوا عارفين الفرق بين استخدامات الرياضه واستخدامات الفيزياء في الهندسه. لازم تبقوا مفرقين الكلام ده كله، ايه الصعوبه عندك، ايه الجانب الصعب اللي عندك في المنهج، ايه الجانب السهل عندك في المنهج. انت لما تراود المواد كده هتلاقي المواد كلها بالنسبه لك سهله جدا، هتلاقي نفسك انك انت حابب انك انت تتعمق وحابب انك انت تعمل ريسيرش لنفسك. تمام، انت دلوقتي زودت الاندكتنس، ايه اللي حصل عندك لما زودت الاندكتنس؟ الخزان كبر، الكويل كبر، الكويل كبر في ايه؟ هل قيمه التيار؟ لا، كبر في الدي سي تشارجنج ده. طب معلش زودها لي ثاني، معلش زودها لي ثاني عشان ايه تبقى مفهوم. رحت انا دلوقتي دبل كليك على مين؟ خليتها 20، كل الناس ظهرت قدامها 20 ملي هنري، 20 ملي او اقل الريزيستنس. ما انت بقى تكبر الاندكتنس تقلل الريزيستنس حاجه من انا كلمه 10 اوم يا جماعه في اورف الريزيستنس كبير، مقاومه كبيره جدا 10 اوم في اللودنج. ده انت مقاومه الجنريتور قد كده تلاقيه بنص اوم، مقاومه الموتور قد كده تلاقيها مش عارف كام اوم. ال10 اوم دي في عرف اللود كبيره قوي، ال10 اوم دي مش موجوده غير في الاستاتيك لود اللي هي المقاومات اللي هي الاستاتيك دي. لكن نروح تبص على موتور ولا بص على جنريتور ولا بص على ترانسفورمر ولا بص على كذا تلاقي المقاومه عندك مش عارف او بوينت او مش عارف كذا. الترانزيشن لاين، الترانزيشن لاين المقاومه بتاعته تكاد تكون منعدمه، يعني انت في هاي تنشن في الترانزيشن لاين. بص على الباور سيستم وبص على على المسائل اللونج واللونج، تلاقي المقاومه بتاعتها كام؟ 2 من 100، 2 من 1000. يديك طول المتر الواحد مقاومته ايه، ولما تضرب في طول المتر ده اولها اخرها 1 اوم 1.5 اوم. فدايما المقاومه في عرف اللودنج ككهرباء قليله جدا، يعني لما اخد 10 اوم هنا دي معناها جريمه، 10 اوم هنا جريمه. لما اقول 10 اوم قدامك دلوقتي هنا في اللود جريمه، المقاومه صغيره. عشان كده انا كبرت الاندكتنس، ما قللش ايهما ايه اقرب. عادي كبرت الاندكتنس، وكبرت الاندكتنس عندك بمفهوم ان انا فهمك يعني ايه سعه، يعني ايه اندكتنس تزيد. مش عايز اقلل الريزيستنس، انا مش عايز اقلل الريزيستنس. تمام، فانا كبرت الاندكتنس عشان تعرف تبقى الدنيا معاك ملموسه. لما كبرت الاندكتنس من 10 ل 20 ودوست ران، لما دوست ران كله مش ملاحظ انه الفي افرج عندك بيقل، كان حاجه و60 بقى حاجه و50 بقى حاجه و40 دلوقتي. طب ايه السبب؟ حد يقول لي كل ما اكبر الاندكتنس الافرج فولتج بيقل ليه؟ كل ما اكبر الاندكتنس بيقرب من الصفر، لانه لا بيحاول تبقى دي ادي دي المساحه السبب دي. بص يا عبد الرحمن، المساحه كل ما اكبر ال اهي، كل ما بكبر ال كله ظهر قدامه دلوقتي السيمولينج، كله ظهر قدامه دلوقتي السيمولينج ومعمول له زوم، صح؟ كله ظهر قدامه السيمولينج ومعمول له زوم دلوقتي. اه يا دكتور زهره، صح كده؟ صح زهره. كل ما بزود ال كل ما الاريا النيجاتيف بتزيد، فكل ما الاريا النيجاتيف بتزيد كل ما تاخد حته من البوزيتيف اكتر. ما المساحه النيجاتيف في الافرج بتضيع البوزيتيف، ويتبقى لك حته في البوزيتيف بتحسب على اساسها الافرج. فكل ما تزود النيجاتيف كل ما تاخد حته اكبر من البوزيتيف، فيتبقى لك حته صغيره في البوزيتيف فتحسب الافرج يقل. كل ما تكبر الاندكتنس كل ما النيجاتيف بتزيد، كل لحد ما تزود في الاندكتنس، تزود في الاندكتنس لحد ما الاريا الموجبه تساوي الاريا السالبه، والافرج يطلع بزيرو في الاخر بقى. يبقى المقاومه بالنسبه لك مهمله. تمام، وادي الفي انود كاسود قدامك اهي، ادي الفي انود كاسود قدامك اهي زي الرسمه الموجوده في المحاضره. بس هل البيتا هنا عندك معروفه؟ هل البيتا عندك هنا معروفه تقدر تجيب البيتا؟ لا يا دكتور مستحيل، لان الفاي مش بتساوي الالفا. بالظبط كده، امتى البيتا تكون معروفه في الار ال وكتبها ملحوظه عندك وانا كاتبها لك في المحاضره وكاتبها لك في الورق كاتب لك. لو الفا ساوي بيتا يبقى في الحاله دي تقول بيتا بتساوي باي زائد الفا، ومعادله التيار بتساوي في على زد. تمام، ويبقى معادله التيار عندك سليمه وهي ما فيهاش مشكله. الريبل فاكتور هنا اهو الفورم فاكتور. طب الريبل فاكتور تقدر تجيب الريبل فاكتور من الفورم
عشان الريبل هو القيمة اللي تقدر تحكم عليها من في ريبل وما فيش ريبل. طب اقدر اجيبها اقدر اجيبها. هروح الماث اوبريشن دوست على السيمولينك لايبرري بتاع البراوزر تمام، ورحت للماث اوبريشن، رحت للماث اوبريشن كله ظهر عنده مات اوبريشن صح؟ تمام صح. احنا بنقول ايه الريبل فاكتور بيساوي الجذر التربيعي، الجذر التربيعي للفورم فاكتور. خد يا مريم، مريم ما دخل جوه، شكرا. الجذر التربيعي للفورم للريبل فاكتور تربيع ناقص واحد صح؟ معايا شمسين؟ شمسين دكتور محدد معاك دكتور. الفورم فاكتور الريبل فاكتور بيساوي الجذر التربيعي للفورم فاكتور تربيع ناقص واحد، يبقى لازم احنا نربع مين؟ نربع اول حاجه الفورم فاكتور ونطرح منه واحد وناخد له الجذر. طيب اول حاجه نربع الايه الفورم فاكتور. طب فين تربيع الفورم فاكتور؟ فين تربيع الفورم فاكتور؟ ده الجذر صح؟ ده انا سحبت دلوقتي ده الجذر. شايفين يا باشمهندس عملت ايه؟ شايفين سحبت ايه؟ سحبت اكسبوننشال مرفوع لباور، رحت دبل كليك عليه حولته لتربيع. يبقى انا كده ايه ربعت مين؟ ربعت الفورم فاكتور. كده الخارج ده معناه انه الفورم فاكتور تربيع. هطرح منه واحد، هطرح منه واحد، يبقى لازم عندي هنا اهو الادنج، فتحت السيمولينك جبت الادنج ودخلت على الادنج دبل كليك، وبدل موجب موجب خليتها موجب سالب عشان اقدر اطرح واحد. يبقى التربيع اهو مطروح منه واحد، يبقى اجيب كونستانت، كونستانت من السورس اهو كونستانت، جبت الكونستانت، يبقى الفورم فاكتور قدامك اهو
ربعته جبت الادنج دخلت عليه دبل كليك عشان هو ادنج بلس بلس خليته بدل ما بلس بلس خليته ماينس بلس يبقى كده التربيه ناقص واحد اخد له الجذر اللي يطلع لي في الاخر اخد له الجذر تمام كده انا اخدت مين الجذر وفي الاخر خلاص اطلعه على سكوب اهو بدل ما خدت بدل بعد ما خدت له الجذر اطلعه على سكوب يبقى انا ربعت الفورم فاكتور فراحت منه واحد واخدته ايه على سكوب ممكن الفورم فاكتور عشان سين الريبل فاكتور بقى نسبه في المية نسبه في المية فانا ممكن اروح للماث اوبريشن واقول له اضربه لي في 100 هات جين اهو تمام اللي انت عايز تعمله في الماس اوبريشن اي حاجه في الرياضه تعملها عادي جدا اي حاجه في الرياضه تعملها عادي جدا في الماس اوبريشن تمام ضربته في 100 هنا اهو جبت جين جبت جين. قدامك جين سحبت الجين دبل كليك عليه دبل كليك على الجين معناها انه خارج الموجود بعد الجذر هضربه في 100 سحبته اهو سحبته حطيته على الخارج بتاع الجذر اللي هو بتاع الجذر الريبل فورم فاكتور ده ناقص واحد تمام اصبح الريبل فاكتور هنا يطلع لي بنسبه مئويه 189% 190% وهكذا دوست ران فطلع لك عندك ايه القيمه بتاعت الريبل فاكتور الماس اوبريشن يا باشمهندسين تعمل بين العمليه اللي انت عايز تعملها الماس اوبريشن حاجات بعيده خالص عن مين عن الفيزيكس وعن الطبيعه وعن الكنترول وعن الباورترونكس وعن الماشين وعن الحاجات دي كلها الماس اوبريشن انك انت تجيب قيمه يعني ما تفكرش انك انت القيمه اللي انت بتجيبها دي بتاعه الفولت بتاعه الكرنت بتاعه الباور قيم كلها عشان هي 100 فولت فبتديك 100 فولت لا هي مبنيه على حسابات ومبنيه على حسابات رياضيه بحته مبنيه على حسابات رياضيه الابو ده عشان يديك القيمه اللي عليه على السكرين بتاعته لا ده في جوه انتجريتور وديفرنشيتور وجواه حته الالكترونز اللي خدتها قبل كده فبيطلع لك في الاخر القيم كديجيتال او كانالوج بيطلعها لك بالقيمه اللي تناظر الاريا الموجوده تحت المنحنى الفيزيائي اللي هو طبيعته كده الميزان هل الميزان عندك هو بيعرف فلان ده فيطلع لك مثلا فلان ده وزنه 80 كيلو ولا عندك انت بتدوس عليه بجسمك مثلا وبالتالي هو في ميكانيزم جوه وبيديك في الاخر خالص الوزن بتاعك نفس الفكره بالظبط نفس الفكره بالظبط الويف فورم بتاعت الكريمات بتديني 220 كيلو فولت او 500 كيلو فولت ال 220 بتاع الويف فورم بتاعت المعمل تديك 220 فولت الويف فورم بتاعت البيت تديك 220 فولت ليه؟ ايه السبب؟ عشان اريا اللي اندر ذا كيرف المختلفه هنا ادتني انديكيشن للقيم فانا بستخدم التولز الموجوده عندي في الرياضه بحيث ان انا اراود الحاجات دي واطلع قيم اتعامل معاها انا كمهندس انت بتروح مكان يقول لك الفولت الفولت زاد على الجنريتور الفولت مش عارف قل على الموتور فالموتور اتحرق انت بتتعامل بويف فورم لا انا بتعامل بارقام هنا بقى بقول ده الفولت زاد عندي مثلا 380 وما عنديش اوفر فولتج بروتكشن وبالتالي 380 دي مثلا وليكن زادت فالعزل بتاع الموتور انهار فانا كل اللي تعامله ده مش بويف فورم بقى بقيم ولكن الكنترولنج لو دخلت ان ديتيلز جوه الكنترولنج نفسه لازم تتعامل بويف فورم عايز تدخل اعمق لا ويف فورم فانت الدنيا كلها عندك في الكنترول او الماشين او الباور كونس او الباور سيستم او كل حاجه عندك الفولت اناليسي كلها مبنيه على جانب فيزيائي وجانب رياضي الفولت اناليسي عندك الترانسميشن لاينز كلها جانب رياضي وجانب فيزياء تمام تفهم الجزء ده والجانب الرياضي سهل ما فيهوش مشكله الجانب الرياضي تلاقيه بيتكرر معاك في معظم المواد الانتجريشن واللابلاس ومش اللابلاس والكلام بيتكرر معاك في معظم المواد عشان كده انت بدات انت في الفيت حتى في الرياضه دايما درست في ثانويه عامه بعد درست في اولى اعدادي وبعد درست في اولى ودرست في ثانيه كل ده في مواضيع انت اخذت منها رياضي اخذت منها لابلاس اخذت منها انتجريشن اخذت منها ديفرنشيشن اخذت منها كذا اخذت منها كذا طب انت باقي الرياضه كلها ممكن تستخدمها تاني في دراسات عليا بعد كده
فالجانب الرياضي بيدي لك القيم الموجودة اللي تقدر تتحكم فيها. تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنسبة المئوية بتاعت الريبل فاكتور. لو دخلنا احنا قلنا دبل كليك عند الويف فورمز اللي عندنا، كله ظهر قدامه الويف فورم دلوقتي حاليا بتاعت السيمولينج، وظهر قدامه بالنيجاتيف والبوز بتاعت الفولتج. هنكرر تاني، الويف فورم ظهر عند الناس كلها دلوقتي، الويف فورم ظهر عند الناس كلها. هل انا بقول السيرستر اللي قدامك ده اسمه كنترول ريكتيفاير؟ يعني ايه كنترول ريكتيفاير؟ يعني بحول من اي سي الى دي سي. ينفع احكم على الويفز بتاعت الفولتج اللي ظهر قدامك دي انها اي سي؟ لا، قلت قبل كده انك تحكم على الويفز اي سي ولا دي سي من الكرنت. بص على الكرنت الاخر اكسس عندك على ايدك الشمال. انا بقول لك ليه بوصفه لك بايدك الشمال وتحت، عشان ما انت مش في لاج عندي، فلازم تروح انت بعينك اهو. الكرنت عندك كله موجب، الكرنت عندك كله موجب. هنا بقى الدي سي احكم على دي سي، يبقى نظرتي للكرنت اللي هو جاي من السبلاي رايح للود، جاي من السبلاي رايح للود، جاي من السبلاي رايح للود، يبقى هنا حكمت على دي سي. ماليش دعوه بالفولت خالص، انا بقول الترنيتنج كرنت، دايركت كرنت. يبقى ايه دخل الفولت في الموضوع؟ الفولت ملوش دعوه خالص. الترنيتنج كرنت، دايركت كرنت، يبقى انا بحكم على الدي سي والاي سي من الكرنت وليس للفولت. تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لل بقى يعني الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي هناخد هنا دايت، يعني هحط هنا دايت وهنشوف الدنيا هتختلف ازاي. هنحط على اللود ده دايت، هتلاقي الفولت هنا زاد. هي عمليه بسيطه جدا، يعني لو رحنا مثلا اهو، ما مش هناخدها تاني الاسبوع الجاي، هنروح للستيم سكيب، للباور سيستم، للسبيشاليزد، للفاندمنتال بلوك، ونروح للباور الكترونكس، ونجيب حاجه صغيره جدا للدايره اهو. دايره انا ما رعيتش اللاج في الموضوع ده، رحت للايه؟ للسيمولينج، رحت للسيم باور سيستم، سيم سكيب، ثم دخلت على سيم باور سيستم، ثم دخلت على السبيشاليزد اللي قدامكم دي، ثم دخلت على الفاندمنتال بلوك، ثم اخترت الدايت، ثم وصلت الدايت على اللود. وصلت الدايت على مين؟ على اللود. وصلت الدايت على مين؟ على اللود. كل الناس اللي معايا دلوقتي اونلاين الدايت متوصل على اللود عندك ولا لسه في لاج؟ ايوه دكتور متوص. لو دوست ران بص على الافرج، كله يبص على الافرج في الران. من 46 قدامك دلوقتي وصل على افريج، زادت، هتزيد. بقت كام يا جماعه؟ بقت كام من 46؟ بقت كام؟ واحد وخمسين بالظبط. ليه؟ عشان لما دخلت جوه انا كده الجزء السالب اتشال، الدايود شال الجزء السالب، وهناخد الفكره دي في المحاضره. الدايود شال الجزء السالب، دخلت على سيمولينج دلوقتي انا على الويف فورم، بصيت الجزء السالب طار، وده هناخد فكرتها ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه. طب الدايود عمل لك ايه؟ الدايود عمل ايه؟ ده الدايود بسم الله ما شاء الله، الدايود ده زود الافرج بدل ما ست، يعني لو عندك هنا ايه؟ لو عندك ار ال لود، بالمناسبه انا نسيت اعرفكم على اللود ده الجديد ده، انتوا عارفين يعني ايه الار ال يا جماعه؟ اللود الار ال ده عباره عن ايه؟ حد يقول لي عباره عن ايه؟ اللي هيقولها ليه درجتين بونص. ممكن ترانسفورمر. لا 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 ترانسفورمر سي. ابنوب كمل. كويس معلش يا دكتور، عندي سؤال تاني عشان كانت بيقطع. انت لما سمعت الدرجتين قلت عندي سؤال تاني، حسيت الموضوع مهم. لو الدي سي يا دكتور كويل العادي خالص.
اللي عيد السؤال تاني اندرو ولا مين اللي عيد السؤال تاني؟ لا انا بشوي. بص يا بشوي، انا دلوقتي حاليا الار ال اللي بيمثل ايه في الحياه؟ الار ال ده بيمثل ايه في الحياه؟ ده استاتيك لود يا دكتور. مصطفى ممكن اعتبره استاتيك لود، بس ده عباره عن ايه؟ بصوا يا جماعه شوفوا التركيز، بصوا ده عباره عن ايه؟ سيبريتو اكسايتد دي سي موتو هل ستارتنج. هو السيبريتو اكسايتد دي سي موتور يا جماعه، ده مبدئيا لازم يكون ده دي سي. السيبريتو اكسايتد دي سي موتور يبقى دايره الفيلد بره، ماليش دعوه بيها خالص. يبقى دايره الارميتشر عباره عن ار ال اي لود. طب حاله الستارتنج الاي بكام؟ بكام الاي في حاله الستارتنج؟ اللي الباك ام اف حاله الستارتنج في الدي سي بزيرو. فالسيبريتلي اكزايتد دي سي موتور ده معناها انا بدرس هنا في الحاله دي، بدرس سيبريتلي اكزايتد دي سي موتور في حاله الدي سي. بص يا باشمهندسين، العلم الاعمق من كده، الاعمق من كده. لو احنا رحنا لنفس الموديل بتاعنا ودخلنا على السيمولينج موديل، وراح واحد كده بسم الله ما شاء الله زي مصطفى كده راجل اورينتد بالموضوع او زي ابانوبا اهو، وراح جاب دي سي موتور، دي سي موتور انا جبت ايه دلوقتي؟ دي سي ماشين. دي سي ماشين صح؟ وصلته امبارح يا مصطفى، وصلته ان ايه؟ كده توصل امبارح عند الناس كلها؟ لسه يا دكتور. تمام اوكي كده تمام. وصلت وشلت اللود اللي عندك، شلت اللود اللي عندك اتشال اهو. اللود اتشال عندك. ووصلت الدي سي ماشين باطراف مين؟ باطراف اللود عندك. يعني شلت، انا قلت ايه؟ قلت الخارج بتاع الريكتفاير سيركت ده دي سي. الدي سي ده عباره عن ايه؟ ان لازم احط دي سي لود. عشان الخارج عباره عن ايه؟ الخارج عباره عن دي سي سورس. فايه اللي يناسب الدي سي سورس؟ رحت جبت من الماتلاب دي سي ماشين، رحت وصلت الارميتشر بالفيلد بارل، وصلتهم ايه؟ بارل هما الاثنين، الاي بالاف والاي بالاف، ورحت وصلت اطراف الارميتشر واطراف الفيلد بمين؟ بالاوتبوت فولتج اللي عندي. هل حد عنده الكلام ده ما حصلش قدامه كاونلاين؟ لا كله تمام. تمام. وروحت جبت كونستانت عشان اقول لود، روحت جبت كونستانت عشان احمله. الكونستانت ده تي ميكانيكال، لازم يتحمل بتي ميكانيكال. وقلت الميكانيكال ولكن 2 نيوتن متر، روحت جبت كونستانت دلوقتي اهو، وروحت قلت التي لود عندي، التي لود عندي ب 2 نيوتن متر. ايه هو الام؟ ايه هو الام؟ ما هو الام؟ فاكرين الام اللي خدناها هنا في السيريستور او الدايود؟ الام عباره عن ايه؟ ميجرمنت. كل بص مثلا مين اللي قال ميجرمنت ده؟ انا اندرو. اندرو بص اندرو عشان بتلخبط بينك وبين بوشون. لو انا ما عرفتهاش اندرو انه الام دي كذا، اروح اقول رايت كليك عليها. مطلب على اندرو، اتكلمت ليه اندرو بس؟ مش عارف والله يعني احنا شغالين يا اندرو من اكتر من ساعه وسبع دقايق اهو. مبدئيا انا هشرح دلوقتي لحد ما تلاقي فوق كده اهو، اشتغل اهو. دوست رايت كليك واروح الرايت كليك ظهر عندك دلوقتي. دوست رايت كليك على البلوك نفسه اللي انا مش عارف الام بتاعته شكلها ازاي. تمام. فروحت عملت ايه؟ رحت دوست على مين؟ الهيل بتاعه اهو. يبقى رحت اي element في الماتلاب انا ما اعرفش الداخل والخارج بتاعه ايه، فبروح ادوس على الماتلاب ده. برنامج فظيع جدا يا جماعه، كويس جدا والله، كويس جدا جدا كمان يعني.
هروح ادوس دبل كليك على مين؟ رايت كليك، سوري رايت كليك على الاليمنت اللي انا ما اعرفش داخله وخارجه ايه، زي سيرستو دايود سورس بالز جنريتور ار ام اس اي حاجه، انت مش عارف الام دي تمثل لي ايه او التي ال تمثل لي ايه، تمام؟ فدوس رايت كليك فظهر لك الهلب قدامك، هيظهر لك دلوقتي قدامك يعني، وظهر قدامك. انا خلي بالكم يا جماعه خلصت المحاضره شو بقى، بس انا بديكم حته الدي سي ماشين دي عشان تعرف ان اللود الغرض منه ان انا ما ينفعش يبقى خارج ريكتيفاير عندك وتقول لي احط اي سي ماشين اي سي لود، لا الار او الار ال او الار ال اي هناخدها الاسبوع الجاي، الار ال اي الحاجات دي كلها دي ال R L E هو دي سي ماشين، ال R L E equivalent circuit لدي سي ماشين، ال R L E معناها انه separately excited دي سي موتور، تمام؟ ظهر قدامك الدي سي ماشين، ظهر قدامك الدي سي ماشين صح؟ وظهر الموديل بتاعه المعمول بيه، يعني لو حد عايز يعمل موديل نفسه اللي عايز يخترع يعني حاجه على الماتلاب يعمل الحاجات دي اصله يعني، تمام؟ تمام يا جماعه باشمهندسين في مشكله؟ هل هي ظهر الام؟ هل الام هو بص مش هنسيب يقول لي الام هنا ايه؟ الام هنا ايه؟ الام دي عباره عن اربع حاجات، انا نزلت دلوقتي لسه هينزل قدامه، هينزل قدامه. ظهرت كلمه ام في اخر الهيلب بتاعي. ظهرت كلمه ام في اخر الهيلب بتاعي. كله شايفها يا باشمهندس؟ بص بيقول لي الام عباره عن ايه؟ عباره عن لو انا خدتها كخارج عباره عن السرعه والارميتشر كرنت والفيلد كرنت والتي الكتريكال. مش احنا خدنا في الماشين اول الاسبوع اللي فات في تي الكتريكال وتي ميكانيكال. التي ميكانيكال ده الحمل اللي متحمل على الموتور، الالكتريكال الحمل اللي خارج من الموتور، زي شبهتها لكم بواحد شايل 100 كيلو. انا كشخصي انا الالكتريكال وال100 كيلو فوق دماغي دول الميكانيكال، قدرت اطلع قوه تشيل ال 100 كيلو دول، فالالكتريكال شايل الميكانيكال فالدنيا ستيبل، فهيتقطعوا عند نقطه معينه اسمها الاوبريتنج بوينت، او ما قدرتش فال 100 كيلو ينزلوا فوق دماغي ده يقطبوني نصين، في الحاله دي يبقى الموتور هيتحرق، يبقى لازم الالكتريكال عندي يبقى نفس قيمه الايه. طب لو هتخيل الالكتريكال عندي اقوى بالميكانيكال هيكسر الشفط بتاع الميكانيكال، واحد مطلع قوه بايديه كده لحمل 10 كيلو فطلع قوه كده 10 كيلو دول طاروا، فلازم الميكانيكال اللي متركب على الشافت بيساوي الالكتريكال اللي خارج من الموتور، هما الاثنين يتقابلوا عند نقطه واحده بس اسمها الاوبريتنج بوينت، اسمها الاوبريتنج ايه؟ اوبريتنج بوينت، تمام؟ في لو انت عايز تتعمق اكتر واكتر في اكزامبل اهو، في اكزامبل والريتنج 5 هورس باور 220 فولت دي سي ماشين ويز 3 ستيبز ريزيستنس ستارتر، هو يعني في اكزامبل اهو لو دوست عليه كليك هيظهر لك الاكزامبل جاهز ما علينا، تمام؟ فاحنا عايزين نظهر الامكانيات بتاعت الموتور ده، عايزين نظهر الامكانيات بتاعت الموتور ده، فهناخد حاجه اسمها الباص سيليكتور. رحنا لللايبراري ورحنا قلنا الباص سيليكتور، الباص سيليكتور، تمام؟ الباص سيليكتور اللي قدامك ده الخارج بتاعه اتنين بس، اللي انا سحبته قدامك ده الخارج بتاعه اتنين بس، ماشي؟ دوست عليه دبل كليك، دوست عليه دبل كليك، ظهر قدام الناس كلها الباص سيليكتور، ولما دوست عليه دبل كليك ظهر قدام الناس كلها لحد دلوقتي. ظهر يا مصطفى؟ ظهر يا دكتور. على شمالك بيقول لك خلي بالك عندك السبيد والارميتشر كارنت والفيل كارنت والالكتريكال تورج نفس اللي شفناه في الهيل. صح؟ فانا هرموف كل ما هو يمين، انت عايز تظهر ايه؟ عايز والله اظهر السبيد. عايز اظهر مين السبيد؟ اهي. طب عايز اظهر الارميتشر كارنت. ادوس اعلم عليها وادوس عليها سيليكت. طب معلش عايز اظهر الفيلد كارنت ادوس عليها وادوس عليها سيليكت، عايز اظهر التورك ادوس عليها وادوس عليها سيليكت، تمام؟ واقول اوكي، واقول اوكي. لو عايز تلغي اي حاجه فيهم الغيها براحتك، لو عايز تلغي اي حاجه فيهم الغيها براحتك مفيش مشكله، لو عايز تلغي اي حاجه فيهم الغيها براحتك مفيش مشكله.
وجبت له مسكوب يا باشمهندسين وخليته بدل ما هو خمسة اخليه أربعة بس. وصلت الخارج بتاعه اهو بنفس السيكونس ده. هو راجل محترم جدا 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 كمان كاتب لك كل حاجه اهو. بعد ما وصلت كاتب لك كل حاجه عليها اهو. بعد ما وصلت الخارج بتاعه يبقى الخارج بتاع الريكتيفاير سيركت سلطته على الماشين، وخارج الماشين الريسبونس بتاع الماشين للسبيد والارميتشر والفيلد والالكتريكال توك. لو دوست ران هيديني ايرور. لو اداني ايرور نقفل اللي بتاع ده على طول. ما ادانيش ايرور. طب احنا ما وصلناش على الريتنج بتاع الماشين قد ايه؟ شايفين الريسبونس بتاعه يا فنسين؟ شايفين الريسبونس بتاعه؟ شايفين الريسبونس بتاعه؟ كله معايا؟ عارف معايا بشوي؟ دكتور معلش يعني شرحت بس ايه؟ اه حضرتك بتكلمنا ولا بتكلم اندرو بس عشان ابقى فاهم؟ بكلمك انت. لا معلش ما كنتش مركز. لا الريسبونس بتاع الدي سي ماشين قدامك اهو. هتقولي مش فاهم منه حاجه، هقول لك ده السبيد، ده الارميتشر كارنت، ده الكارنت بتاع مين بتاع الفيلد، ده في الاخر التورك قدامك اهو. مبدئيا لازم الداتا بتاعت دي، يعني الفولت الخارج عندي 55، هل انا مطبق 55 فولت هنا؟ يبقى لازم تختار الفولت، يعني لازم هنا اتوفق بين الداتا بتاعت الخارجه من دايره الريكتيفاير والداتا اللي رايحه لمين؟ للدي سي ماشين. لو وفقت بالظبط هيطلع لك ايديال دي سي ماشين، الريسبونس بتاعك عالي جدا، السبيد ثبتت عندي 1500 ار بي ام، الكرنت عندي مثلا وليكن 3 امبير، الفولتج عندي مثلا كذا، التورك عندي 2 نيوتن وهكذا. تمام؟ يبقى عندك هنا مشكلتك انك انت يعني ايه الداتا بتاعت الموتور اللي احنا اخترناه ده مش مناسب للداتا اللي خارجه من دايره الريكتيفاير، وده طبيعي. ما ينفعش اجيب اي لود اي موتور واروح اطبقه على اي دايره، لازم الفولت عندي هنا يناسب الفولت اللي عندي. تمام؟ ايه الاسئله يا باشمهندسين اللي عايزينها بقى في الحاجات كلها بتاعت الامتحان ولا ريبورت ولا اي حاجه؟ دكتور هو حضرتك الفايرنج سيركتس داخله في الامتحان؟ ايه الفايرنج سيركتس داخله في الامتحان ازاي؟ اللي احنا خدناها في السكاشن اللي هي الاي سي فايرنج سيركت والدي سي فايرنج سيركت واليو جي تي واللي فيهم دايره الكنترول يا دكتور. طب ما تخش ايه مش داخل لما تخش امتحان ليه؟ يا دكتور تقيله كده، حاسس ان الموضوع صعب في دايره الكنترول، حاسه عملي شويه يا دكتور. هو مبدئين الكويز يا جماعه عشان عارفين يعني خير الكلام ما قل ودل. يعني ايه؟ يعني ارسم واحسب، ارسم يعني الكويز ما ياخدش 10 دقايق. فاهمين؟ طب يعني كده الكويز يا دكتور هيكون ريتن؟ هو اونلاين ولا في السكاشن؟ لا ريتن، هيبقى ريتن.